هذا المكان. جاءت إليه السيدة العذراء وجاء إليه السيد المسيح عليه السلام. يعني لماذا اختاروا هذا المكان؟ هل لها تفسير؟ احنا في رحلة العائلة المقدسة زي ما حضرتك عارفة في محطات بدأت من خروجهم من بيت لحم أو من فلسطين عامة، وصولا لحد آخر نقطة أو آخر محطة اللي هي دير درونك. فكما لو كان السيد المسيح من أثناء دخوله، هو طبعا زي ما حضرتك عارفة جاي من فلسطين وعدى في سيناء وبعد كده لف في كل بقاع مصر تقريبا، كما لو يكن السيد المسيح عايز يبارك مصر كلها. واحنا عندنا نبوة جميلة جدا في سفر أشعياء الإصحاح 19 معروفة كده عن حتى لكل المصريين، بنقول مبارك شعبي مصر. أيوة. فكما لو يكن هذه الرحلة اتوضعت أصلا في الأساس للفكرة دي. واحنا لو كلمنا تخصيصا في او خصوصا في المكان اللي احنا فيه ده دلوقتي في دير الانبا بشوي، او اقدر اقول في منطقه وادي النطرون، كما لو يكن السيد المسيح دشن المكان ده، ودشن بمعنى قدس او خصص المكان ده ان يكون فيما بعد هو مكان لحياه رهبان كثيره جدا من القرن الرابع ولحد اللحظه دي. وادي النطرون فيه الكثير من المواقع اللي ثبت انه يعني رحله العائله المقدسه مرت بها. امان. هو بالنسبة للموقع، هي وادي النطرون كمنطقة يعني لو كلمنا عليها جغرافيا هي تعتبر زي مستطيل موجود في الصحراء الغربية، تقريبا طوله 60 كيلو وعرضه 12 كيلو. بيحتوي المستطيل دوا على الأربع أديرة الأساسيين اللي موجودين هنا. حضرتك عارفة دير أبو مقار في مواجهة ليه دير البراموس، وبعدين احنا هنا الانبا بشوي، وجنبينا السوريان. دول الاربع اديره دير السوريان. دول لو حد حتى في المستطيل ده بص عليهم من مسقط راسي، اقصد يعني لو حد مثلا زي بطياره كده، تلاقي حضرتك مرسومين على شكل صليب. وطبعا زي ما حضرتك عارفه برضو الاديره دي موجوده من القرن الرابع الميلادي، يعني احنا بنحكي من فتره كبيره. ولو رجعنا لورا تاني على فكره ليها تاريخ بالنسبه للفراعنه، فعشان كده اتسمت الاسم ده قديم جدا، لان دوا بيرجع وادي النطرون لملح النطرون. النطرون دوا ملح كانوا بيستخدموه علشان خطر التحنيط، وكان في حاجات كيميائيه كتيره، فعشان كده المكان دوا كان مميز من زمان. ولعل مرور العائله المقدسه ده جعلت له برضه بركه، واصبح مكان لرهبنه الاف الرهبان من القرن الرابع ولحد دلوقتي. صحيح، ومكان جميل فعلا، وبقى يعني مقصد للزياره لكثير من حضرتك من المصريين. وهنشوف الحقيقه في الصوره كمان، يعني الاماكن جميله جدا جدا. كنت عايز اسال حضرتك على اعتقد هو يعني قريب مننا هنا نبع مريم. تمام. ما هو نبع مريم؟ وساعات بيقولوا عليه نبع الحمراء. ده عباره عن نبع بمعنى ايه؟ بمعنى كان في بحيره مالحه كبيره جدا. حكايتها ان السيده العذراء كانت زي ما احنا قلنا عدوا في المنطقه دي، وكانت محتاجه ان هي تشرب الطفل يسوع. فبمجرد اللي طبعا ما كانش فيه غير الميه المالحه دي، فالمكان اللي هي لمست فيه جزء الميه ده صار ماء عذب وشربت منه الطفل. ولحد اللحظة دي النبع ده موجود يمكن على بعد تقريبا 15 كيلو من هنا. وده بقى فعلا الفعل الأجازي، إن حضرتك تلاقي بحيرة كاملة متكاملة كلها ملحة، ولكن تلاقي في جواها يعني نبع مية عذب. فهم حتى زي بينين زي جزء كده زي بير، بحيث إن يفصله اللي يجرب منه يلاقي إن هو مية عذبة. تفرق جدا عن سهل الوصول له. بيوصلوا فيه زي تدريج كده، ممكن حد يمشي ليه مش ميه عميقه جدا بيقدر يوصل لحد هناك، ولو داق الميه يلاقي الميه دي عذبه، يمد ايده بره النبع يلاقيها ان هي مالحه. شيء جميل جدا.